إذن ما السبب الذي جعل أعمالهم وحسناتهم هباء منثورا؟ كثير من الناس يشكو عدم قدرته على الاستمرار والثبات على الطاعة بعد رمضان، بل وكثير من الناس قد يشكو قسوة قلبه وجمود عينيه، بل وكثير من الناس يشكو جرأته على انتهاك حرمات الله جل وعلا. صام رمضان شهرا كاملا، وقام ليلة، وقرأ القرآن الكريم، وداوم على الذكر والاستغفار والعمل الصالح، لكن قد يصاب الكثيرون بعد انتهاء الليلة الأخيرة من شهر رمضان، لا أقول بحالة من الفتور، ولكن لا أبالغ إن قلت قد يصاب الكثيرون بحالة من حالات الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيشكو قسوة قلبه وجمود عينيه، بل ولا يستشعر لذة الطاعة وحلاوة العبادة التي كان عليها في رمضان. وإذا خلا بعد رمضان، لا أقول بأيام بل بساعات، إذا خلا بنفسه ربما يجد من نفسه الجرأة على انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. أرجو أن تتدبروا معي في هذه الكلمات النبوية البليغة، يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: إني لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يصلون الليل، يقيمون الليل لله جل وعلا، ومن جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، وهم منا، هم إخواننا. إذن ما السبب الذي جعل أعمالهم وحسناتهم هباء منثورا؟ يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وتدبر الحديث معي كاملا: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا يتورع إن كان في الخلوة أن ينتهك محارم الله، وحتما سيصل بعد هذه المرحلة إلى مرحلة أخطر، ألا وهي مرحلة الجهر بالمعصية بلا خجل أو حياء من الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله جل وعلا، فيقول: يا فلان يا فلان،
إني عملت البارحة كذا وكذا، أي من أعمال الذنوب والمعاصي. يقول الصادق: يبيت وقد ستره الله عز وجل، فيصبح يهتك ستر الله عليه. شتان شتان بين المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان وبين المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وأشرق نور الإيمان في قلبه، وبين الفاجر وبين الفاجر. فالمؤمن يرى ذنوبه ولو كانت صغيرة قليلة كأنه يقعد تحت جبل يخشى أن يخر عليه الجبل في أي ساعة من ليل أو نهار، لا يحتقر ذنباً أبداً ولا يستهين البتة بمعصية، وإنما تراه دائماً خائفاً وجلاً من الله جل وعلا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح. فالمؤمن دائما أبدا تراه وجلا خائفا من الله جل وعلا، لا يستهين بمعصية ولا يحقر ذنبا من الذنوب، بل ويخشى من حالة الفتور التي تنتابه في أي مرحلة من مراحل سيره إلى الله جل وعلا. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. مسافات الدنيا ومسافات الأرض تقطع بالأبدان، لكن الطريق الموصل إلى الرحيم الرحمن يقطع بالهمم والقلوب والإرادات الصادقة. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار سيد المتقين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. نعم أيها الأحبة، يقول عبد الله بن مسعود والأثر في صحيح البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر، أعاذني الله وإياكم من الفجور، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا، أي فذبه فطار. يستهين الفاجر بالذنب ويحتقر الفاجر المعصية، أما المؤمن لا ينظر إلى صغر المعصية، وإنما ينظر في حق من أذنب وعصى، ينظر إلى عظمة الله وجلال الله. فإذا امتلأ القلب بمحبة الله وعظمة الله وجلال الله لا يستهين العبد حينئذ بمعصية في جنب الله وإن كانت صغيرة من الصغائر، لأن كثيرا من الناس يستهينون بالصغائر ومع ذلك يجد قلبه في وقت من الأوقات لا يسمع عن الله ولا يتأثر بقرآن الله ولا يستشعر لذة الطاعة وحلاوة الصلاة ولا يستشعر حلاوة قراءة القرآن أو حلاوة سماع القرآن. لماذا؟ لأنه استهان بالصغائر فتراكمت الصغيرة على الصغيرة وتركت كل صغيرة بقعة سواد في القلب ونكتة سواد في القلب ولم يتب إلى الله لأنه استهان بالصغيرة فتركت الصغيرة أثر سواد في القلب. ثم جاءت صغيرة أخرى وجاءت صغيرة ثالثة ورابعة، فتكون على القلب بقعة من السواد ربما تصل في مرحلة من المراحل إلى حد الران.
قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. صقل قلبه أي أصبح قلبه كالمرآة الصافية، فإن عاد أي إلى الذنب عادت، فإن زاد زادت، فذلك الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. تدبروا هذه الكلمات التي تكتب بماء العيون الخاشعة. قال شيخنا وحبيبنا ابن القيم لله دره: إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. أكرر على سمعك وقلبك: إذا استنار القلب بنور الطاعة، إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القبر ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، فإذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. لا فرق عنده بين رمضان وشوال، والله الذي لا إله غيره لا يزيد في أعماله ولا في طاعاته في رمضان عن بقية الشهور، لأن له برنامجا وله منهجا وله غاية وله هدفا مع الله تبارك وتعالى، لأن له غاية يريد أن يصل إليها، فعمله لا يزيد في رمضان لا في غير رمضان، ربما لا يزيد فقط إلا بصيام النهار، وإلا فهو في بقية الأيام يصوم. أما الليل فهو لا يضيع ليلة إلا وهو بين يدي ربه جل وعلا، لا يحتاج إلى أن يدرب بصره عن الغض عن الحرام، ولا يحتاج إلى أن يدرب لسانه عن الكف عن الغيبة والكذب والنميمة. هو كذلك في رمضان في غير رمضان، أنا لا أنكر أن لرمضان من الفضائل والخصائص والخيرات ما لا يتوفر لغيره من الشهور، لا أنكر ذلك، لكن المؤمن والله لا يزيد عمله باستثناء صيام نهار رمضان، وإلا فله ورد مع القرآن، محافظ على الصلوات، محافظ على قيام الليل، محافظ على النفقة، محافظ على الذكر والاستغفار، دائم التفكر والتدائم للتفكر والتدبر، إلى غير ذلك من أعمال الطاعات والعبادات التي تلبس بها في رمضان. إذا استنار القلب بنور الطاعة أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية، فينتقل صاحبه من طاعة إلى طاعة. وأرجو أن تنتبهوا أيها الأفاضل بأن هذه الكلمات من علامات قبول التوبة. أكرر: من علامات قبول التوبة أن ينتقل التائب من طاعة إلى طاعة، وأن يرتقي في حاله مع ربه سبحانه وتعالى، لا يشعر بالفتور بل يشعر بالهمة العالية والإرادة الصادقة. الفتور له حالتان: الحالة الأولى هي حالة التراخي، فترى يفتر فتورا أي لان بعد شدة وضعف بعد حدة، هكذا قال ابن منظور وغيره في لسان العرب. أما الحالة الثانية وهي الخطيرة فهي الانقطاع بعد الاستمرار، وهذه حالة انتكاس، الانقطاع بعد الاستمرار، أن ينقطع عن طاعة كان مستمرا عليها في رمضان، هذه حالة من حالات الانتكاس، فهي أخطر حالات الفتور، ولا حول ولا قوة إلا بالله.